ولا على الجامعة أول شيء؟ لا والله أنا حابة أروح على الفرع بغير جو هيك، داخلي من الجامعة ومنه بتعود علي للفرع. ريتا مشان الله، لإمتى بدك تطلعي عم تعاقبيني؟ شو بدك هلا؟ حاكوني من شوي وقال لازم نطلع سوا. إيه شو علي؟ بوصلك براسي. وفي شغلة تانية. خير؟ قال مشان ما نروح بسيارتك. ليش بقى؟ إن شاء الله ناويين يجوا على البناية ياخدونا مشان يفضحوني؟ لا قال بتطلعي بسيارتك بتشغليها وبتعملي إنها ما عم تدور. شو صار معي؟ شو بعرفني؟ ما عم تشتغل. بعدين بتفتحي غطا المحرك على أساس مدري شبه. بعدين بتسكري غطا المحرك. هي بتكون إشارة ليبعتوا لنا تاكسي من عندهم. بمر من جنبنا تاكسي عليه على مرايته كف خرزة زرقاء. هذا من عندهم مشان نضل مراقبين ومحميين. حلو حلو كتير. شكرا أنسة ريهام. يا الله ما قلتي لي صدفة شو؟ بعتقد من فترة جيت لعنا على الجامعة مرتين يمكن. كنت عم تسأل على زميلي الدكتور آدم. مظبوط ما شاء الله عليكي ذاكرتك قوية. بتعرفي انه بالفترة الأخيرة كل ما واجهتنا مشكلة بيطلع لنا الدكتور آدم بوشنا. ايه دكتور مو هون حديثنا، انت ليش كنت معارضه فكره الحلقه؟ مشان ما اقعد هالقعده هي. ليش كنتي بتعرفي شو رح يصير؟ اكيد لا، بس هي توقف برنامجها لانه كانت عم تحكي عن حدا واصل وعنده علاقات. بتقوم تجي بتحكي عن الامن والجرائم؟ يعني اي حدا حيقول شو هالنقله الغبيه هي؟ طيب لما اجاها بوكي الورد والفلاشه انت كنتي معها؟ كنت بالبيت نايمه. امتى شفت الحلقه وعرفت اللي صار؟ انا كنت بالمحاضره وحكيت معي ريهام وقالت لي انه حضراتكم عنا بالبيت وعم تحققوا معها وبدكم تاخذوها على الفرع. ولما طلعت من المحاضره حضرت الحلقه بس. طيب انا راح ارجع اذكرك، هي نشرت الحلقة شو الساعة 8 ما هيك؟ بعد 12 ساعة بيجيبوا كاي الورد والفلاشة. طيب سؤالي، مين في غيرك انت والانسة ريهام بيعرف انه هي اللي عملت الحلقة مع انه هي كانت مو مبينة وحاطة قناع؟ ما بعرف وقتها اذا ريهام خبرت حدا، بس يعني حتى لو كانت حاطة قناع في 100 حدا ممكن يعرفها. وانت بتشكي بحدا من هالمية؟ شي 80 يعني، ممكن اهلها رفقاتها اي حدا بيعرفها ممكن يتعرف على صوتها. حتى لو حاطه قناع ممكن مثلا حبيبها. بس هي على اساس ما عندها حبيب. سيادة المقدم عم قول مثلا. بتعرفي أصدقاء المقربين؟ أكيد لا، وحتى لو كنا ساكنين بالبيت سوا أنا مو ضروري أعرف مين رفقاتها. بعدين سيادتك نحن في فرق بالعمر بيناتنا، ها؟ يعني أكيد ما بطلع وبفوت معهم. طيب شلون القاتل اللي عرف عنوانها وبعد هاي المعلومات بهي السرعة والسهولة؟ سيادة المقدم أنا دكتورة بعلم النفس. معناها أكيد بتعرف كمان أني أنا بعرف شو في من ورا كلامك. شوف سيادتك، أنا سلفاً متضايقة أني أنا هون ومتضايقة كتير أنه ريهام حطتني بهيك موقف. فتخيل موقفي وأنت عم تسألني كمشتبه. تشربي قهوة
معناتها عادتنا مطولة. بشرى الجامعة وقلي اسمي وسمعتي يلي ما المفروض ينمسوا بهي الطريقة. بعرف أكيد بعرف وأنا ما أدري هذا الشيء. بدك تحملينا كونك صرت الطرف بهي القصة لأنك ساكنة معه. خلص ما عاد في داعي. أنا من بكرة حضب أغراضي وأمشي من البيت. لا ما رح يمشي الحال. ليش؟ أنا متهمة بشي؟ لا مانك متهمة، أنا ما قلت هيك. بس الوضع رح يضل مثل ما هو لأنه أي تصرف رح يخلي القاتل يشك. إذا كان مراقبكم رح يبطل يتعامل معكم ونحن رح نخسر هذا الخيط. بس أنتوا هيك عم تعرضونا للخطر وأنا مو مضطرة أبدا. أنا عم بطلب هذا الشيء بشكل شخصي تقديرا لمكانتك، بس أنت ما بيخفى عليك أنه أنا بقدر أطلبه بشكل رسمي وقتها يعني. وصلت وصلت وصلت. جيب ريهام وتعا. أنا على شوية بدي أقول أنه كل شيء عم بيصير معنا له علاقة بياتها. ما فهمت. لا لا لا، شوية خربشات وأفكار براسي وتقاطعات غريبة عجيبة. عم بقول إنه هاي القصة عن جد بدها مخ مثل مخ آدم. وليش ما بتستدعي وبتسأله؟ لا لا لا، ما وصلنا لهون. عم قلك بدها مخ مثل مخه مو مخه، يعني شوية أفكار وخربشات براسي. ياكم تركزوا كتير منيح مشان تعرفوا تتصرفوا مشان تضلوا بأمان. عموما انتوا راح تضلوا تحت المراقبة، وبالنسبة للطريقة اللي طلعتوا فيها اليوم برات البيت راح نعتمدها. ما فهمت. يعني أنا كل يوم بدي أعمل حالي إنه سيارتي تعطلي؟ بس تنزلوا على باب البناية راح تكون إشارتكم لنا. بتوقفوا على باب البناية بتحملوا الجوال كأنه رح تعملوا مكالمة، هاي رح تكون إشارتكم لحتى نبعث لكم تاكسي وسائق عنصر من عنا. أي تواصل من القاتل معكم لازم يكون تحت عيوننا. بدكم تخففوا دخول على الأماكن العامة أو أماكن ما بنقدر نراقبكم فيها لأنه ممكن يخطر له يتواصل معكم بأي مكان. بالبناية اللي مقابلكم بالطابع الأرضي في فريق تدخل جاهز للتحرك بأي لحظة. بالجامعة راح تشوفي بالممر قدام قاعتك عنصر من عنا عامل تنظيفات. تحسبا لأي تواصل معك بالجامعة لازم نفترض أنه القاتل ممكن يتواصل معك أو مع ريهام كونك شريكتها بالسكن. بعد ما مشيتوا يوم اجت سطحة ونقل سيارتك على ورشة ميكانيك على أساس أنها معطلة. هذا الأغراضك اللي كانوا بالسيارة. أي سؤال؟ بالنسبة إلي لا. اسأل الآن سريان. ماشي. نحن بنعرف كمية الضغط اللي رح تعيشوا فيه، بس نحن كمان بحاجة مساعدتكم. ريتا انتي اختي الكبيرة وما بيهون علي تضلي زعلانة مني. طيب حاكيني. بس بدك تتركيني اعملي اللي بدك اياه، بس ما تضلي زعلانة مني. زعلت ولا رضيت؟ قال حتى البيت ممنوع اتركه. أنا آسفة. لأيمت بدك تضلي عم تعمليني هيك؟ ليخلص فيلم الأكشن اللي عايشتينا فيه. قومي قومي ردي على موبايلك. قومي. ما بدي رد. ريهام قومي من وشي. قومي قومي قومي. ما
والله مو بإيدي. هذا اللي صار. خلصنا بقى كرمال الله.